FM. الكلمة ليك. عملنا الموضة متاع الحقيقة والكرامة متاعنا وبدينا نفلقوا في التاريخ الوطني، وهذا والكل صابر على نقمة، نقمة كاملة على نخبة الاستقلال ونخبة الجمهورية. مناش فهمي للتاريخ هذا فوق الاعتبارات السياسوية الضيقة وكالنقمة الفاسدة متاعنا اللي حاملينها في حرب أهلية متواصلة في أنفسنا. لا سيدي، الشعب التونسي شعب يشوف بكل وضوح أنه عنده تاريخ كبير، عنده حضارة كبيرة، وأنه عنده حركة وطنية عالية. وقت تلقى المنجي سليم العظيم اللي كان رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة واللي خرج مان اوف ذا يير في تايم ماجازين كالعام وقت حرب بنزر، وتلقى البهي لدغم كالزعيم الفاضل اللي عمره ما واحد اتهمه بأي شيء إلا أنه خدم حياته كاملة، تعرف عبد الصغير هزوه حكموا عليه بسجن لامبيرت في الجزائر، كان أقسى وأمر حبس في الجزائر. خليني ما نزيدش الأمس لتوى الأمور صنعت وبنت البلاد طويلة وعريضة. هذوكم هم اللي عملوا الجمهورية. الكلمة ليك.